بعد اذنك كده عشان اتفرج اتفرج عشان اشوف بس. طبعا الناس عشان ما بتتعاملش مع مهندسين ومحدش بيقول لهم ده الصح والغلط، فطبعا الناس كسرت خرسانة، وده شيء مش صح. نهار اسود، موضوع صعب. لا، اخطر حاجة انك تهد سقف على العمدان. ده انا عمال اصوت في القناة وبقول للناس ما تهدوش السقف يا جماعة. ما بتشتغل مش مهم هو طالع ايه، المهم انت تشتغل صح. كان ايه يعني بس. هو حد صح انك ما تكسرش سقف على عمدان، ده العمدان دي اساسا ربنا يستر عليها. يعني عارف انت لو قلت لي اقسم بديني ما كنت هاجي، والله ما كنت هاجي. لا اله الا الله. طبعا الكلام اللي احنا عاملين نقوله للناس ان ما ينفعش ان احنا نهد سقف على راس عمدان، فطبعا هو الراجل ما يعرفش ومحدش قال له، والراجل حتى لما عرف اتصل بينا طبعا وجينا. بس انا لما بتحمق كده بتحمق على كانها حاجتي انا، لان احترام العلم واحترام الحاجه ان احنا بنعتبر العلم ده زي ولادنا، فاحنا بنخاف على الحاجه وما نحبش الضرر للناس، لان بنروح نلاقي حوادث وبيوت وناس ميته وناس واقعه وعيال رجلها مكسوره وبنت وليه سوريه السقف نزل عليها وموتها، وبنشوف حوادث ياما. انت راجل بتبني لكن ما ترممش، انت فاهمني؟ الترميم ده علم تاني خالص. احنا بنقف وبنروح نقول القرار في السقف، ولما بنيجي نشتغل نلاقي القرار ده اتغير، لان هي مش سيخ حديد واسمنت، لا لا لا، ده نقل احمال واتجاهات حديد وفي بيوت بيبقى فيها اخطاء فنيه وبنصلحها. تمام. طب احنا كده خلصت كده، انت طبعا هي دي المسطح ده بس كده، تمام؟ مفيش اي مكان تاني. الناحيه دي فيها حاجه؟ في شقه هنا تاني ولا ده؟ لا لا لا، هي دي بس. دي الاوضه بس. دي الاوضه بس. في فيها الحته بتاع المدخل دي برضه شكل صح. يا اخي والله تشكر الله. اعمل ايه بس يا بس؟ اعمل ايه؟ خير خير. شبطان في اي حاجه، انا لحد ما جه رقم حد اداني رقم حضرتك وقال لي كلمه طويل. حرام، مش هقول ايه، مش عارف اصور.